الياس وهيبة بميداني إذا بدك تلقاني الشيخ ثائر ناداني تطحانك مثل الصوان يا ختيار ويا جدي لسات الموقف مش جدي نطحانه لابو المهدي عطاحونا يا ضحان أي ما في واحد تطحني بهالليل مجنني يا با عم بتحنني يسريع الايقاع يا فلان وحلوا علينا لطيابو قلبو عصاب الاحباب ليل وسحنا الابواب تنحيي كل الضفان اي نادى رجال الحاميه يا روحي ويا عيني فاضت العبقريه وعملت على العالم طوفان يا وجينا العالم تنغني لعرس الزين الهني ليلتنا مثل الجني ما شاء الله على المهرجان اي عما بغني فنوني انت علي بتموني لسه زيت الزيتون وتحت الطاحون يا طحان والله يعينك شو حكيت ريز الكلمة ما غنيت اول واحد اتحديت بعده لسه مش ربحان لو بيجوا كل الحداي من البداية للنهاية بحطهم بالحداي وبغنيهم يا بابا فلان علش الحداي يا خالي بالله تشرح لي بمجال انشق علي لحالي وتسمي حالك فنان اي عم ما بتسمي حالك الله يقصر حبالك الله يقطع اجيالك وتصفي من بلا نسوان على كل مره قاعد بتعيد الجمله بدنا ايش جديد حتى منك نستفيد وما بدا بهدل فهمان قال يلا انت اللي جدد مالك عما بتهدد براسك بدا سدد وبراسك 12 خزان على براس الشعر مغمور فايض عشيك البحور ما بظن الديناصور يغار من شلع الذبان اي انا شيخ الديناصير اسمع مني يا العزير عسيرك ما بدا سير وحياة الرب الفوقان ما هي مشكلتك صوتية ولا هي واترية انت مشكلتك نفسية لا انك حالك مش فهمان اي انا الشاعر الشاطر الاول عالمنابر انا براسي الدفاتر وانتي من ديحت يا فهمان الدفتر فحصنا للراس فحصنا فيه باساس طلع اسمي انا الكراس وانا اللي اله عنوان قال يلا افتح كراسك حتى اخمد انفاسك بدي ابحش ع اساسك وانا اسلك مثل الشيطان على اسال له الغزالين واسال ليل المانوفين واسال كل مصورين علي الصوره بالوان علي صليت الصوره انا شيخ المعموره حتى ارض الناقوره حتى توصل ع عمان او لو توصل ع الناقوره وتفحص الساحه المعموره انا اللي بها صوره ومعلقه على الحيطان من هنا مع كل الضفه بعدك شاعر ع الحفه دور لك يا بلفه مثل شيوخ الطالبان اسال استوديو الجوهره لما انا بغني الفكره من عباراتي عبره بتصحي يلي سكران اي صحين نكون نايم اسمع يا ابو المفاهم بتصح القلب النايم او انا الاول بالقصدان ان كانك معي مش فاهم بعدك عقبالي غاشم وعلى تفكر نايم وتروح بيتك نعسان اي ما بنام بهالليله بحرك ما عبى الكيله اذا بتتحداني يابا لازم تروح غضبا هلا اسمع مني يا يابا شو هالكلمة بصباب وسكابة دموعك سكابة عوجناتك النسوان اي عالوجني نزلت دمعة اليوم يابا وجمعة اي الليلة بقمعة او بقمة عك البيت انجان هلا اي قمع واي ردع واي ردع واي قمع انا اللي بضرب للربع وبضربهم قاصي وادان اي انا اللي ضربت الربوع براس 12 ينبوع ما بنشف من اسبوع وحتى يجي رمضان على جينا فحصنا الينبوع يلي عندك بموضوع اللي بيصالوا من الجوع عمره ما ببقى رويان ما واحد بيوصلني جوعان لو سهلة بالضيفان لو سهلة بالاخوان عالشمال وعاليمان على تنبقى عالمنصة لا حتى نشوف الرقصة ومن نصوصي للنصة ونص لك خط بيان اي قص الليل الليل قص والمعاني يلا قص ابني لك شي خلقة قص الشو بدك باب القصدان الله يعينك
لك هي يا عصام مش ناجح بهالكلام ولا ناجح بالايام وكيف تنجح بالامتحان او بالعكس انا ناجح الصالح بعاز الطالح انت يابا مش فالح ولا بشغلي بهالاكوان يا القوافي فهمتك وشوي شوي علمتك وانت طلعت جهلتك وتجاهلت المجهلان مشكلتك كلك جهالي انا كلي عقالي اذا بلبس عقالي خادم بتصفيني يا فلان او لما اني انا بقوم انت الخادم الخادم بتخدم لكل القوم لانك اصغرهم بالشان مش عيب يا بلي خادم اسمع مني يا ناظم اسأل كل اللي فاهم او مين الحد اللي رنان او اما قهوة العراب اسأل كل الشباب ودوالي من الالتهاب وخلالي زوري طربان اي هاي الليلة نادية خصوص الفضائية ويخلي الخليلية تنقل لكل الاخوان او الله يديم للخليل البث المباشر بالميل بوصل عارض الجليل وعالمثلث والجولان اي نحن الليلة سهرانين انت كل الطيبين اجمع حداية فلسطين بدخنهن كالدخان ملا انا مش سامع يا خال شو عم تحكي بالمجال سلي بها الموال وحي للسادة الاعيان قال يلا غني مواويل ونولا حتى الجليل المعاني بالداميل وحتى يسكر الشبان الآن اللي قولي مدروس عمري ما بهوى الجاسوس حتى بيد العرق سوس بيقول لي اشرب فمان قال يلا اشلب لك عرقين اسمر يا كاحيل العين انا وين وانت وين وكل عمرك وانت غلبان قال نحنا وين وانت وين وفحصنا للسائلين طلعت الاول بفلسطين وانت يسلم ايد المنصة قلبي ما بعمل غصة يلا ارقص لك رقصة يرقص معاك الشبان يا ابو المهدي الله يديمك ما منعرف تعاليمك والليلة بدها قيمك مثل قيامة الرحمن اي هالليل الشاعر باقيم يا رحمن ويا رحيم وبياك الحد الكريم وانتي لائم القصدان قلبي بيحب الكريم عمره ما بهوى اللائم اما اللي مثلك غاشيم قلبي ما بهوى لهان اي انت ساكن بقلبي وبدي احطك في عبي انت شاعر ما ضبي ما بتنفع يا باب الديوان على شو هالحكي يا ضعيف تتحركش بصهيب عقلي بالساحة لبيب وما بحاور مش فهمان اي الله يكبر لك عقلك بلكي تطلع من جهلك اي الليلة عند اهلك او اسأل سادات الديوان قال هذا الشاعر من ناداه حتى الليلة اتحدى كل واحد بيحكي بمستوى وانا عالي عالسحبان مستواك يا بواطي انا عندي لا طافي انتي نجمك فعلا طافي اسأل كل المهرجان قال انا الاعلى من النجوم على اصحاب وعلى غيوم انتي ناقص لك خرطوم تصبح بالمي غرقان الخرطوم يا بال الفيل اسمع يا ابن الجليل مبين ما انتي قليل اعوذ بالله من الشيطان قال بالفعل انتي الثقيل لكن بوزنك الفيل اما بحدى المواويل مالك مكيال وميزان اي انتي مالك ومالي ما حدا قطع احبالي انت كلك دغالي وحياة من انزل القرآن انا اذا تعصبا يا خالب تنزل بخزق الغربال شوي شوي عالمكيال وبتتوزن كالزيوان شوي 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 بالمكارم حاتم طيب لسه يابا من توقي وما بتوقي عالميزان على يا ما علمتك بالحي عالقصيد شوي شوي طب المي وهي مي خسارة عالوقت اللي كان خسارة يا يابا خسارة انا عندي اشعارة ابراس 12 عبارة بتروي لكل الشبان الله يعين العبارات اللي من لسانك بالذات ما هي من السادات وما بتطرب حدا مهمان قال يا روحي ويا عيني وزنك ما بيجوقي
جوز لك روسية بلكي تهدى بالأوطان. على شو عم تحكي وشو بتقول؟ على المستوى تدخل ما بهو العقل ومسطول مثل محشش بالدخان. أي عمري أنا ما دخن والمعاني اللي أسكن لولاك يا بطاحن ألف حدا بالوديان. على أنا الحدا يقاحم لأني حدا فاهم ما في واحد منهم سالم لما بنزل على الميدان. اي هالليلي شلابية حلحول العرابية خلوا الدي عدي وارفعوها هي يا شبان. شباب جينا نحييكم واهل حلحول نسليكم ما اطيب دواديكم ما اطيب بواديكم او فيها اللي بتروي العطشان. اي نحن العالم سلينا حلحول حوالينا واللي بيجي وادينا عمره ما بيروح عطشان. يا ونحنا حيينا الجواد يلي نسلوا عالميعاد ليلتنا ليلة عياد ومثل هالليلة ما كان. لا تنسى خيك ثائر على شمالي يا تامر منذر يابا للآخر وقريد العش بهالميدان. أول القوات الأمنية من وجه أطيب تحية والشباب القوية يلي معنا دوم بأمان. أي أبو علي وإخوانه الله بني عمصانه واللي بفتح لا جزدانه حينا كل الضيفان. ألا افتح يا با ديوانك العالم أجد عشانك لا تسمع لا قصدانك تظهر شو عندك قصدان. أي نادي نادي عاح الحول والنادي بأربع فصول بدا صول وبدا جول وللنادي غني القصدان.